الشعبويه باش تطلع على دار تريريس ساحدو حدو هذه القضيه. لا كيفاش نقول سكان النعامه في قطاع التربيه وربي يهديك الوزيره، كي نقول في قطاع الاتصالات باغو تصدروا لافريقيا وتتعطوها حق النعامه، احنا نقول لكم باللي الدوله عطات مليارات في الطرق وانتم ما كانش الموبيليس، ماشي عيب؟ ماشي عيب؟ خلونا نجروا في الجزائر العاصمه باش ندخلوا ولاد الفقراء للسبيطارات ونتوسلوا للوزاره، ولو هما مشكورين يعاونونا. معالي الوزير الاول ماكش حاس حينما يجوك الفقراء لدارك وحينما يعيطوا لك في التليفون ويقولوا لك ولاد الفقراء ردوهم في السبيطارات في الجزائر العاصمه وهران، شكون ينقذك؟ صبر لا مير، خاصك شكون ينقذك؟ تتوسل للوزراء اذا لقيتهم ماهمش مشغولين، ولو انك كاين وزير دار معنا خاص. مانيش باغي نغيظكم وسيرو نذكر في السماوات، حتى الذين اساءوا الينا في الوزارات في القطاعات الوزاريه، لانني عودت روحي ما نطعنش في شخصنا، نهضر في المناصب. لا اخو الشعب، هذا ماشي خطاب معمر قدافي، راني نقول باللي معالي الوزير عندنا سبيطار في 2009 خاص القرار من عندك وتتحمل المسؤوليه، لان هذا الطاقم الحكومي تحت امرتك. كما انا ما نقدرش نخون الشعب ونقول لهم انا خاطيني، انا تقدمت للترشيحات، نتحمل الانتقادات في الشعب اللي راه يجيني لداري ويقول لي ما فيك فايده.